أهلا ومرحبا بكم في موقع التسجيلات الجامعية 2016. شرح عملية التسجيل عبر الخط. المرحلة الثالثة، نتائج توجيه وإدخال الطعون. في هذه المرحلة يمكن للطالب الاطلاع على نتائج التوجيه، وذلك بالضغط على نتائج التوجيه، ويمكن تمييز ثلاثة حالات. الحالة الأولى، التوجيه نحو واحدة من الشعب المختارة. في هذه الحالة ستجد في خانة الشعبة ومؤسسة التوجيه دائرة خضراء تحتوي على ترتيب الشعبة ضمن قائمة خياراتك. هذه هي الشعبة النهائية التي تم توجيهك نحوها. انتبه، لا يمكنك تغيير الشعبة حتى وإن كنت تمتلك الحق في بقية اختياراتك. عليك الآن طباعة بطاقة التوجيه لأنها ضرورية خلال عملية التسجيل النهائية في الجامعة. اضغط على طباعة ثم قم بحفظ الملف. عد إلى الصفحة الرئيسية للتأكد من إتمام جميع المراحل. الحالة الثانية، التوجيه نحو شعبة خاضعة للامتحان. والشعب الخاضعة للامتحان هي: عليك طباعة بطاقة التوجيه والتوجه نحو المؤسسة المعنية بالتخصص لإجراء الامتحان. في حالة فشلك في الامتحان عليك العودة للموقع للحصول على توجيه جديد. إن كنت تمتلك في قائمة رغباتك شعبة أخرى متاحة سيتم توجيهك نحوها مباشرة طبقا للشروط البيداغوجية وقدرات الاستقبال لدى مؤسسات التعليم العالي. في حالة عدم وجود رغبة أخرى متاحة عليك الضغط على إعادة التوجيه. يمكنك الآن اختيار شعبة واحدة من قائمة الرغبات المتاحة ثم اضغط على حفظ. انتبه، لا يمكنك تغيير هذا الاختيار مرة أخرى. ستتم معالجة طلبك الآن، ويمكنك العودة إلى الموقع في ظرف 24 ساعة للاطلاع على نتائج التوجيه. عند الاطلاع على نتائج التوجيه ستجد أنه تم توجيهك نحو الاختيار الذي أدخلته. علامة T الزرقاء تعني أنه تمت إعادة توجيهك بعد فشلك في شعبة بامتحان القبول. قم الآن بطباعة بطاقة توجيهك النهائية. الحالة الثالثة، عدم الحصول على أي رغبة مختارة. في هذه الحالة عند الضغط على نتائج التوجيه ستجد أنه لم يتم توجيهك نحو أي من الشعب التي اخترتها، كما أنك ستجد بطاقة تحتوي على شعبة مقترحة من طرف النظام. الرمز B البرتقالي يعني Proposé، أي شعبة مقترحة من طرف النظام. يمكنك هنا إما التأكيد على الشعبة المقترحة بالضغط على موافقة ثم اضغط على نعم للتأكيد. انتبه، عند الضغط على نعم سيتم توجيهك مباشرة نحو هذه الشعبة. علامة R الزرقاء تعني أنه تم توجيهك نحو هذه الشعبة بعد الطعن. إذا كنت ترغب في اختيار شعبة أخرى اضغط على الطعن. ستظهر قائمة بثلاثة خيارات، قم بملئها ثم اضغط على حفظ. ستتم الآن دراسة ومعالجة بطاقة خياراتك الجديدة. عد إلى الموقع للإطلاع على نتائج توجيهك النهائية. عد إلى الصفحة الرئيسية للتأكد من إتمام جميع المراحل. في الختام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، كما يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام والبريد الإلكتروني الظاهرة على الشاشة.